تقول القريه كاين نورمالمون كاينه وكاله سياحيه نورمالمون تجي بالتنسيق مع اخبار سيوان باش تجي ندير زياره. حنا ماذا بينا ديما نعرفوا سيوان كما نقولوا الضيوف الاخرين بالاتصالات معاهم حتى يجيو هما يشوفوا سيوان. هذه قررنا حنا باش نديروا بيت معرض، معرض الصناعه التقليديه وكذلك الفنون الشعبيه، يعني اللي عنده اي حاجه يقدر يعاون فيها يعاون فيها. ماذا بينا المعرض باسكو الصوره ماشي نتاعي ولا نتاع واحد خلاف، نتاع الفيلاج كامل، باسكو حنا رايحين نمشيو باسم الفيلاج. يعني ما راناش نديرو في السياسه ولا رانا نديرو في حاجه خلاف، رانا باش كما نقولوا نعطوا الفيلاج تاع سيوان للناس الاخرين. يعني بلي يجيو فين واحد بالك واحد 30 واحد يمكن يجيو في الامارات في كادر. ماذا بينا نشكر كل الزبائن في الصفحه هذه، الناس اللي عجبني في الصفحه كذلك ما تمنيش بالجهويه، ما تدخلش في الامور السياسويه، ما تدخلش في الخير والخير، يعني تساوي الا المواضيع اللي تهم الفرص الشعبيه الثقافيه وما الى ذلك. هذا الشيء اللي عجبني في الصفحه وعجبني بزاف، وحتى اللي مشاركين في الصفحه ناس شباب واعي مدقق ما شاء الله. شكرا وبارك الله فيكم ومزيد من التقدم والنجاح ان شاء الله لصالح الصفحه ولصالح القريه عامه. ما دام اخبار سيوان نتمنى ان شاء الله ان الخير يكون للقريه وشباب القريه. وشكرا وبارك الله. عبد العزيز، عبد العزيز انا نطلب عبد العزيز هو اللي يعطيك كلمه توعوية في المناسبه. كما قالوا كما قالوا هذه الصفحه هذه الحق حق سابقه القريه، يعني ما شاء الله دارت حمر مقدمه اضافه، يعني ما شاء الله. انا مالجري انا نقول ما نقولش الفيسبوك، انا نقول الفيسبوك بالصحه هذه، يعني اخبار سيوان ما شاء الله. واش نقول لصاحب الصفحه؟ شوف دلالة على النجاح نتاعك هو الانتقاد، جامي تقلق من الانتقاد. أكبر دليل على النجاح هو النقد، وما من نقد السيئات. يعني الإنسان اسمع يقول لك لكن ما زدتش حاجة في الدنيا، اليوم زايد عليك. كي ما زدناش، أنا ما نفهمش علاش واحد عنده إمكانيات ما يقدرش يقدم إضافة للمحيط اللي هو فيه. هذا أكبر عيب، يقول الطالب المتنبي ولم أرى في عيوب الناس نقصا. نقصا قادرين على التنمية، يعني واحد قادر يدير حاجة وما يديرهاش. هذيك هو المقصود. يحرم في نفسه ويحرم في غيره. سيرتو حنا اللي زعما قريبة. ويحاسبنا ربي كل مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.